بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حاول في هذه الحصة من مقرر ميكانيكا المواقع 2، الدرس الرابع دراج اند ليفت، المحاضرة السادسة، إعطائكم لمحة على كيفية حساب سي دي أو دراج كوفيشن بالنسبة للسموث سيلاندر أو السموث سفير، يعني بالنسبة لشكلين معروفين اللي هما سيلاندر اند اسفل. فهنا في الرسمة هذه ألاحظ أنه هنا عندي خطين، خط يكون متصل وهو ما يعبر لي على إيش، على الاتموسفير، وخط متقطع أو داش لاين وهو ما يعبر لي عن سموث سيلاندر. فالخط هذا يؤخذ عندي في الإكس نمبر أوف رينولدز. لما نبغى نستخرج أي قيمة مثلا بالنسبة لعشرة أس أربعة، يعني النقطة هذه، وبغيت نحسب السي دي في السفير، فنروح كده بصفة عمودية ثم نروح كده بصفة أفقية، وتقريبا نمبر أو دراج كوفيشن تقريبا ما يعادل 0.4 أو يزيد شوية. لو بغيت ناخذ بالنسبة لعشرة أس خمسة وطلبت الدراج كوفيشن أوف سيلاندر، نروح كده عموديا إلى الرسمة هذه ثم نذهب بها كده أفقيا لنحس دراج كوفيشن حق سموث سيلاندر ما يعادل تقريبا 1.2 أو 0.4. قلنا الكيرف هذا راح تساعدنا كثير لما نبغى حساب دراج كوفيشن بالنسبة للسيلاندر أند سفير. نستعمل الرسمة هذه إن شاء الله في إكزامبل موجود هنا. في الإكزامبل هذا عندي overheat water tank، يعني خزان موية على شكل سفير، حق الديامتر حقته 12 متر، و supported أو مرفوع على حسب تاور، طولها 30 متر اللي هي بي، وعرضها اللي هو دي سي ما يعادل 2 متر. في عندي سرعة الرياح اللي تيجي للتاور لو أخذنا هذا الشكل ما يعادل 100 كيلومتر بير أور. المطلوب هو حساب الدراج فورس in the water tank، يعني دراج فورس في السفير، الدراج فورس in the tower، وأخيرا the total moment at the base. أعطاني الدنسيتي حقت الهواء وكينيماتيك فيسكوزيتي أيضا حقت الهواء. فأعطاني زي ما قلنا ديامتر حقت السفير، طول السفير وعرض السفير، وسرعة الهواء اللي تعادل 27.8 تقريبا متر في الثانية. طريقة الحل إنه إيش نسوي؟ إني يلزمني نحسب دراج كوفيشن بالنسبة للسفير وأيضا بالنسبة للسيلاندر. عشان نسوي الأمر هذا وزي ما شفنا في الرسم اللي قبل، يلزمني نحسب number of Reynolds بالنسبة للسفير، اللي يساوي U في الديامتر حقة السفير على كينيماتيك فيسكوزيتي للهواء، راح تكون 2.2 في 10 أس 7. لو رحت للشارت 2.2 في 10 أس 7 وهي سفير، لاحظ انه اكبر شيء هنا 10 اس 7، فاخذنا انه رينولدز نمبر هو 10 اس 7. نصعد به عموديا كده ثم نروح به افقيا، نحصل ايش؟ دراج كوفيشن تساوي تقريبا ما يعادل 0.4. The projected area زي ما قلنا هنا اللي هي المساحة التي تعارض الهواء، فهنا تساوي باي في الديامتر حقة الاسطوانة على 4، فتصبح لي يعني المساحة 113 متر مربع. استعملت المعادلة اللي شفناها في المحاضرة الثانية لنستخرج قيمة دراج فورس على السفير. نفس الطريقة هنا المتبعة في إيش؟ بالنسبة للتاور، حسبنا رينولدز نمبر، استخرجناه 3.4 تقريبا 10 أس 6. رحنا للرسمة اللي بعد، 3 10 أس 6 يعني تقريبا تكون في النقطة هذه، رحنا بها عموديا ثم أفقيا لنستخرج إيش قيمة drag coefficient of cylinder ما يعادل تقريبا، نرجع للرسمة، ما يعادل هنا أخذناها 0.8 تقريبا. هنا طلعنا drag coefficient، أيضا عندي projected area اللي هي تساوي طول التاور في عرض التاور، يعني اللي هو ديامتر 60 متر مربع. استعملنا القاعدة اللي شفناها
في المحاضرة الثانية من هذا الدرس، ثم استخرجنا قيمة دراج فورس بالنسبة للسيلندر. أخيرا the moment at the base، بما أننا نحسب المومنت في النقطة هذه، فراح يكون إيش؟ الدراج فورس حقة السفير في طول هذا مع الديامتر حقة السفير، ديامتر على 2 بلس L، أو اسمحوا لي هنا الريديوس حقة السفير يعني ديامتر على 2 مع طول التاور، والجزء الثاني اللي هو يكون L على 2 يعني نصف طول التاور اللي هو application يعني point application of this force في الفورس نفسها، فطلعت لي moment at the base ما يعادل الجزء هذا. هنا نكون قد خلصت المحاضرة هذه. إن شاء الله يكون ما يكون عندكم أسئلة، فقط أود تذكيركم إنه الرسمة هذه راح تكون معاكم إن شاء الله في الاختبار القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.